هذا السائل يقول: امرأة كبيرة ومريضة، كثيرا ما تسأل عن وقت الصلاة، لكنها إذا دخلت في الصلاة أطالت القيام وكررت الركوع والسجود، في بعض المرات يذكرها ولدها بالفاتحة وبعدد الركعات التي صلت. سؤالهم: هل تلزمها الصلاة وهذه حالها أم تسقط عنها؟ ما دام معها عقلها تلزمها الصلاة، لكنها تصلي على حسب حالها وعلى حسب ما تستطيع. نعم. ثم يقول حفظك الله: أولادها، هل يجب علينا أن نذكرها عند دخول الوقت؟ بلا شك، نعم يجب عليك. نعم.